أهلا وسهلا بيكي. أنا أميرة شوقي، مؤسس مسرح ذوي الإعاقة. إحنا النهاردة لما كنا بننظم اليوم ده، فما كان هممنا جدا إن إحنا نحط كل حد في مكانه، سواء كان إعاقة ذهنية أو إعاقة بصرية أو إعاقة سمعية أو إعاقة حركية، كل واحد بناء على آي كيو بيكون عندنا، وبيكون عندنا عارفين كويس جدا كل واحد يقدر يعمل إيه. بناء عليه بنبدأ نتدرب من هذا القبيل، ولما بنطلع بالترتيب بالتدريج. وهممنا جدا ان يكون في شكل كويس، هممنا جدا ان يكون في صورة حلوة، وضروري جدا ان احنا ما نكونش مزيفين، نكون بنتكلم بكل صدق ومن قلبنا حتى لو كان كلام بسيط. المهم نعبر ببساطة، ورافضين تماما تماما اي نظرة شفقة، اي نظرة ولو حتى استعطاف، لان احنا ما نفرقش عن اي حد، احنا قادرون وباختلاف. اكتر مناسبات اللي بتهتموا بيها بتنظيم الحفلات دي؟ احنا رقم واحد عندنا شهر 12، وده بيكون فيه الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة. سموه بعد كده ودلعوه بقى اسمه ذوي الهمم، بس احنا ذوي اعاقة لان ده حاجة احنا عارفينها كويس. في حاجات تانية زي اليوم العالمي للداون سندروم، اليوم العالمي للتوحد، اليوم العالمي للريت، وهكذا. كلها مناسبات مهمة جدا بالنسبة لنا. في اليوم ده بنعمل توعية عننا احنا مين، سواء كنا ذوي إعاقة بصرية او مستخدمي العصا البيضاء، او حتى ان احنا نكون من الأصم. وده لازم نقول لغة الإشارة إيه فايدتها. كل احتفالية وكل يوم بنحتفل بيه بيكون هممنا فيه التوعية أكتر من إن احنا نخرج طاقات وبس. وطبعا هنكون سعداء جدا لما نخرج طاقات ونوري مواهب وبنوري قدرات فائقة، ولكن الأهم جدا إن يكون فيه دمج مجتمعي وتوعية حقيقية. وده مش هيتم غير بالفن، أو جزء كبير منه بالفن، لأنه هو بسيط سلس واصل للقلب ببساطة شديدة. والرسالة دي لما توصل خلاص هيكون شيء عظيم بالنسبة لنا. شفنا فرق جميلة جدا النهاردة وكانوا منورين على المسرح، إزاي بقى بيتم تدريبهم على كده؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا بيكون عندنا اوقات محددة للبروفات، وبنأهل سمعي وحركي وذهني وأصم. وخلال تدريبهم عندنا في الشكمجية احنا يعتبر أكاديمية دائمة بندرب من خلالها أولادنا، ويكون هممنا جدا جدا يطلعوا في أفضل صورة مع متخصصين. يعني ما بيكونش معهم أي حد، لا، بيكون معهم متخصصين. المتخصصين دول في جميع المجالات. يكون هممني جدا جدا إن لما يكون في مطرب يبقى معاه ملحن بيبقى بيشتغل معاه، بيكون هممني جدا لما بيكون في حد بيعمل استعراض يبقى في مصمم استعراض، وهكذا. نوصل أكفأ حاجة الكلام ده بيكون مصاحب معاه أخصائي نفسي وسلوكي، لأن ما ينفعش حد يعمل فن يضرب على طول كده مع أولادنا ذوي الإعاقة. لا، إحنا محتاجين جدا اللي يشتغل معاهم يكون متخصص، يكون عارف بيعمل إيه، وده بالنسبة لنا مهم جدا. طيب تنصحي ايه بقى اولياء الامور لو عندهم اطفال من ذوي القدرات الخاصه، يتعاملوا معاهم ازاي؟ ازاي ينموا قدراتهم؟ بصي، نخبط على كل البيبان. انا ام لذوي اعاقه توحد، ابني ما بيحبش انه يكون موجود في الحفلات، بس هو مبدع في حاجات تانية. لازم ابدا ادور عليه هو فين، بيحب ايه، وعلى قد ما اقدر أكون وراه، لأن الحكاية مش بالسهولة اللي احنا بنشوفها في الحفلة. الحفلة دي وراها مجهود عظيم من أم، من مدرب، من صبر، عشان خاطر نطلع الولد في أفضل صورة. وده بيبقى العظمة بقى الحقيقية، ده السعادة الحقيقية. أمين يا رب، ربنا يستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا أبدا يا رب. طيب ممكن توجهي بقى كلمة الهير نيوز؟ الحقيقة هنكون سعداء جدا بوجودكم دايما معانا، وإن شاء الله بدون مقاطعة هتكونوا معانا في كل حاجة.